أنا الطالب محمد هيثم فيدة من منطقة الرياض في مدارس منارات الرياض الأهلية. بحثي يستهدف تنقية المياه الملوثة من مادة الصبغات باستخدام تقنية التأثير الكهروضوئي الكهربائي والتأثير الكهروضوئي. استخدمت غشاء النانو من مادة اللي هو الجاليوم نايترايد بحيث أني أقوم بتحليل هذه المواد الصبغات من المياه بتنقية توصل إلى 92% في فترة متتابعة لمدة 7 أيام في 56 ساعة. طبعا الداعم الأول بالنسبة لهذا المشروع هو موهبة. من يوم ما دخلت موهبة من أول أيامي في برامج الصيفية بدأت أتعلم وأتدرب في المجالات البحثية والأكاديمية. وطبعا الدعم كان من العام الماضي حيث شاركت ووصلت للمرحلة النهائية في أولمبياد الدعم. مشاعر جميلة، عندي إحساس جدا كبير بالفوز، الثقة موجودة، فإن شاء الله هذه المشاركة بتكون يعني أفضل من العام الماضي.